صباح الفل على اجمد ناس في الدنيا. النهارده تاني يوم ليا في جوانزو، وهننزل نلفلف في الاسواق برضو ونتفرج على الجديد عنده. خلوكم معايا وتابعوني عشان تتفرجوا على الفلوجات. انا اسف عندي فلوجين متاخرين، بس للاسف الانترنت عندي في الاوتيل الجديد ضعيفه جدا، مش قادر اعمل حاجه. ان شاء الله هنقل على شقه وبرضو النت فيها يبقى كويس ان شاء الله، واقدر اطلع لكم الفيديوهات في موعدها زي ما عملت اول 3 ايام في المعرض. صباح الفل عليكم. النهارده هنتحرك مع بعض على مول اسيا. مول اسيا ده اعتقد ان هو في مدينه اسمها لمخان هاشا. لما قابل الرجالة هتأكد لكم من اسم المنطقة واقول لكم اسمها ايه. لمخان هاشا امبارح كنا في طا طا طا، النهارده في لمخان هاشا. اليوم اسامي عجيبة. صباحكم فل. بالكم من شكل الشجر والالوان بتاعته اللي هم ملبسينها له دي، مديها له شكل حلو قوي. زي ما قلت لكم المنطقة اسمها لمخان هاشا. لمخان هاشا مول اسيا سوق كبير جدا هنا. الفندق ده من اكثر الفنادق هنا، بينزل فيه عرب كتير جدا بره المسلمين. سوق المدينه الرقميه العالميه، كله الكتروني، كله حاجه بتاعت الكترونيه. خلوني دلوقتي اروح اتصل بالرجاله اشوفهم فين عشان نتقابل، لان احنا ما رحتلهمش عندهم على البيت وجينا هنا مع بعض. لا انا اتقابلنا هنا مره واحده على طول، فهروح دلوقتي اكلمهم واشوفهم فين. ده مول اسيا كده، احنا جوه المول بتاع مول. الاكسسوار هنا خالص، الاكسسوارات كلها هنا، الموبايل العالم كله مش مصر. العالم كله بتاعت المول ده. شاشات من ريكاردات وهاردات مصنعات كل ما تكون. ده اكبر مول لتجمع الاكسسوارز بتاعت الموبايل، ساعات اوكي. انت عارفه اللي فيها، انا لازم انت داني لازم. انت كل مره كده انا ناستك. انا شريف فين؟ انا ناستك ورا بايا اجمل انا ناس. عايزين ناخد سيلفي وحنكتنا. واو واو انا ناس يا ناس. فولي باندا، فولي باندا how much؟ ايتي بنفاصل. ايه يا تيجا ميو كاكا مالو كاكا ومال كاكا حمل ناس وراح كاكا مشي خلاص روح كاكا. كاكا خد مني كده قبل كده كاكا في التويلت دلوقتي مش فاضي يا تيجا. مشكلته انه كل يوم بيطلب التمانين وما بياخدهاش وبيروح فاضي. بيقول لها مفيش زباين يا حاجة. ما اشتغلتش النهارده. ما اشتغلتش عشان هو قافش. تيجا امال قعدت اقول لك كده وقلت لي الله. بص اما كل الصينيين كده وفي الاخر هيروح فاضي. اوكي هاو ماتش؟ 100. طب والله العظيم الحاج كاكا هنا قال 80. الراجل ده انضف منه والله العظيم، وهياخدنا كلنا مش تو تاكسي كمان. طب ناخده والله رمضان كده. تعالى يا كاكا. انت انت يا حاج كاكا ايه عايز؟ ايه انت فين؟ فولي بانداو. فولي باندا. فولي باندا هاو ماتش؟ اوكي هاو ماتش؟ تعال هاو ماتش؟ تعال نحكي مع بعض شوية. مأساة كل يوم يا جماعة. مع ان دول على فكرة عادي. هو ايه العربية؟ ويرتش يور كار. الو انا عايز اعرف بس عربيته ايه الاصل كبيرة. انت واخد تليفوني هتكلم حد؟ هاو ماتش؟ هاو ماتش؟ اه
ار ام بي كام؟ ار ام بي؟ اه فولي بانداو. فولي بانداو؟ في ديس كار؟ ايه اسمولا. اوكي لا اوكي لا سمولا. لص لص 70. بص هيحط 70. بص يا جماعه توقعته اهو. ايوه ار ام بي دولار. ده دولار بليز دولار. اما اش لاست لاستي No, pues, vas a hacer. Ah, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Sí, sí, sí. No, mío. Sí, sí. No. ¿Fifty last last risk? 40. 50. 40. No, no, no. 50. 40. واتفقنا اخيرا مع التاكسي على اساس هناخد الفان هناخدها ب 80 اخر حاجه. اهي. بس لو خدنا تاكسيين هيبقوا نفس الثمن تقريبا فخلينا في تاكسي واحد مره واحده. اوكي 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 خلاص اوكي تيجا اوكي 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 انا هرضيك ب 80 انا عارف بس بجيبها لك واحده واحده انما لو اديتها لك على الزنجره بتاعته مش قويه. عف عن تيجا 100 مع فرق. اوكي 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 تكمل مهذبين. كل اللي حصل ده عشان الاجره هنا اتعدى من الدنيا برضه بينطعك في مصر. تعالوا بقى افرجكم على الفكهانيه هنا عامله ازاي. بصوا البطيخ معمينه ازاي بالاكياس النايلون. هنا عندنا الشمام. بصوا الفراوله. عايز بلاستيك للفراوله. كل الفاكهه عندهم تحطوها بلاستيك مع ان طعمها تحفه. ده عين جمل. بصوا الكيوي. دراجون فروت اهي. خوخه اهو. برتقال. طماطم استرنتوته. مانجا. اوكي. موز. تفاح. تفاح اصفر. كمثرى. وده صراحه مش عارف ايه ده بصراحه. هنا لما تشتري حاجة وتحب تقطعها أو تجهزها بيقطعوها لك على طول ويسلفنوها. الساعة دلوقتي 12 بالليل وأنا نازل من عند أصحابي في العمارة ورايح على الفندق عشان اليوم كده بالنسبة لنا خلص. اتهلكنا النهاردة من بدري جدا كنا بره. هروح عندي 3 فيديوهات متأخرين عليكم أنا عارف بسبب النت بس أنا شحنتلكوا الباقة النهاردة ب 30 جيجا عشان أرفع لكم عليهم الفيديوهات وتنزل لكم على طول عشان عارف إن أنتوا على نار. راجل كبير في السن بس رايق قوي مشغل أغاني رايقة كده وماشي بيجري مع نفسه. النهارده كان يوم جميل حلو قوي وانبسطنا جدا واكلنا اكل جميل قوي في البيت. عملنا رز بسمتي وكبده اكل مصري كده حاجه لذيذه بعد ما الواحد هنا بطنه نشفت من الاكل المعفن.